يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا مواجهه الاهلي وبايرن ميونخ الالماني في نصف نهائي مونديال الانديه مواجهه تاريخيه بمعنى الكلمه. اول مره هنشوف من خلالها لقاء رسمي بين فريق مصري وفريق اوروبي. طبعا هنتكلم عن اداره المباراه فنيا وطبعا من قبل الاثنين مدربين هتكون عامله ازاي، بس المهم هنتكلم الكلام ده مع مين؟ مع احد ايقونات النادي الاهلي وكابتن اللي بيرمز لمرحله ولا اجمل في تاريخ النادي الاهلي، جيل من احب وامتع الاجيال اللي فعلا يعني اشبعوا كل الناس اللي كانت متعطشه لكره القدم في الزمن ده تحديدا، لما كانوا بيشوفوا كابتن ماهر همام وزملاء الكابتن ماهر همام مجرد بس متابعه لاي مباراه، ان شاء الله مباراه بشكل عشوائي كده نختارها، لا هيعرفوا يعني ايه كره قدم. وخصوصا حضراتكم كمان من الناس اللي كنتوا متودكين قوي في مساله لقاء الفرق الاوروبيه وديه. كابتن ماهر منور الدنيا، صباحك كل عليك. اهلا كريم، اهلا بيك. صباح الفل، ويعني حضرتك في بيتك دي حاجه مبدئيا، وكمان احنا سعداء بوجود حضرتك، لان كابتن ماهر قبل ما نبدا كمان عمال يحكي لنا عن الكواليس عن قصص زمان، وحضرتك ذكرت لنا كده جزء كمان في فكره هنا مشاركتك بين الاهلي المباراه اللي كانت سنه 1977 وبايرن ميونخ. ما تيجي نبدا من هنا. حاضر، انا جاي النهارده يعني بلبس النادي الاهلي، جاي بلبس الفريق. لبس الفريق اللي هيلعبوا بيه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. هو طبعا انا سعيد ان انا موجود معاكم، وعايز اقول ان تاريخ النادي الاهلي تاريخ كبير، يعني مش من جيلي انا بس، يمكن حتى من الاجيال اللي قبل كده. لكن هو ميزة النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي إن هو بيورث الأجيال ديت حاجات يعني الحمد لله رب العالمين ما زلنا عايشين بيها. حتى الجيل الحالي بدأ يتورث المبادئ والقيم اللي النادي الأهلي تنشأ عنها. يعني جميل، عايز أقول إن كان ليا الشرف طبعا إن أنا يعني أكون واحد من ضمن جيل العظماء اللي لعبوا المدرسه الالمانيه، بدايه من مونشن جلادباخ 76. ومونشن جلادباخ ده كان بطل اوروبا وقتها طبعا، وكان عندهم حوالي 3 4 لعيبه في منتخب المانيا. وانا عايز اقول ان كان لي الشرف ان انا كنت ناشئ تحت 19 سنه، والظروف ساعدتني ان العب المباراه ديت بسبب تاخير الكابتن مصطفى يونس. يعني يوم الاربعاء يا كريم نهوان اللي هي التمرين الاساسيه، الكابتن مصطفى يونس اتاخر عن التمرين، فمستر هدوكوتي خد قرار. مستر الدكوتي كان طبعا وقتها المدير المجري الفني العظيم اللي حقق انجازات مع النادي الاهلي. دي المباراه اللي حضرتك بتتكلم عليها. دي مباراه مونشن جلادباخ. مونشن جلادباخ. فعايز اقول لك ان تاخير الكابتن مصطفى جه في صالحنا. بتبقى فرص كده يعني. سبحان الله، يعني فيها توفيق على حد كبير. وفرصه بالظبط. بالظبط. وبعدين انا كنت الاحتياطي بتاع الرباعي الشرس الجميل احمد عبد الباقي ومصطفى يونس وحسن حمدي وفتحي مولود. فانا طالع من الناشئين عندي 19 سنه، فكنت البديل لاي حد منهم ممكن اللي اقدر يحصل حاجه بتاع اخش انا يعني. وده اللي حصل. بالظبط ده اللي حصل. طبعا انت عارف ان النظام والسيستم والانضباط اللي موجود عليه النادي الاهلي، تاخير مصطفى يونس جه في صالحنا، فمستر الدكوتي قرر ان انا ابدا المباراه. عشان ابدا المباراه كريم صعب جدا، انا اللي بتفرج عليا حوالي في قطاع الناشئين حوالي مثلا 300 واحد 400 واحد اللي عارفيننا بالاسم. اوكي. لكن المساحه الكبيره بتاعت جماهير النادي الاهلي اللي فيها 70 80 مليون محدش يعرفني، واخد بالك؟ فطبعا لما رحنا يوم الجمعه، رحنا المباراه في الاستاد، اولا كان في 130 الف متفرج خارج الاستاد، لان الماتش كان ممكن يتذاع او ما يتذاعش، فكانت مشكله. وفي 130 الف جوه، وده غير الجماهير بقى اللي بتتفرج، غير الملايين اللي حوالين التلفزيون. قصه تانية. يعني فطبعا انا كناشئ اللي بيتفرج عليا 300 واحد طبعًا. لما دخلت طبعا اتخضيت طبعًا. انا اسمر كده، لقيت نفسي مصفر. فطبعا الكباتن طبعا حسن حمدي طبعا كابتن الفرقه قاعد بقى طبعا يكلمني، لان انا فعلا اترعبت، يعني حاجه صعبه ليها رهبه طبعا، يعني طبيعي في وسط 130 الف ومونشن جلادباخ جاي بطل اوروبا وعندهم فيرويد بيلعب في منتخب المانيا، يعني عمليه صعبه قوي. المهم بقى دور الكابتنه ودور السته الكبار اللي منهم الكابتن حسن حمدي طبعا، كابتن محمد الخطيب، وكان صفت عبد الحليم وانور سلامه. فقعد معايا كابتن حسن حمدي قال لي خد بالك النهارده المباراه دي بيتولد نجم، فيعني ربنا يوفقك تكون انت النهارده المباراه دي يعني بدايه الخير بالنسبه لك. تثبت نفسك بقى طبعا، لان العين عليك. خلاص، ده عين، ده ملايين مش عين واحده. ايوه.
ففعلا يعني سبحان الله يعني نزلت بقى شوف حلاوه النجوم الكبار. اه طبعا كلهم حواليك وكلهم قريبين منك وكل واحد بكلمه بقى فيها تشجيع. برافو ماهر، احسن يا راجل، شد حيل. يعني دي كلام روح بقى الاهلي طبعا بقى دي روح يعني بروح الاهلي الدروس الجميله اللي ان شاء الله باذن الله يعني لعبتنا نبدا نوصل لهم الرساله دي في لقائهم النهارده مع بايرن ميونخ. المهم يا كريم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمنا كمان وقدرنا نتعادل مع مونشي جلادباخ 2-2. الكابتن احمد عباية هدف بدماغه، والكابتن انور سلامه هدف برضك بدماغه خبطت في الباك ودخلت. واليوم الحمد لله ربنا كرمنا فيه بشكل كبير. عايز اقول لك ان بعد المباراه كان في عشاء الفريق مونشي جلادباخ، وكان طبعا جاي مع مجلس ادارته، ففوجئنا ان رئيس النادي بيطلب من كابتن صلاح، كابتن صالح وقتها كان رئيس النادي، بيطلبوا الكابتن محمود الخطيب. ف يعني كان طبعا شرف لينا كلنا طبعا. وشرف لي ان رئيس نادي مونشن جلادباخ بيطلب محمود الخطيب الاحتراف في المانيا. وكان الكلام جدي جدا مع كابتن صالح، وكابتن صالح وعد ان هو يعني احنا ما كانش عندنا احتراف، يعني احنا المبدا ما كانش حاصل لسه، يعني كان لازم تمر عليك 8 سنين او 10 سنين في النادي وخد بالك مع الفريق الاول، وحق لك بعد كده انك انت ممكن تحترف خارج مصر. فكان شرف طبعا لينا ان واحد مننا والنهارده طبعا بيمثلنا كرئيس نادي، مفرحه لينا ان واحد من رجالتنا ممكن يحترف في مونشي جلادباخ في المانيا. والوضع دلوقتي كان مختلف يعني، ده كان ايه دلوقتي الاحتراف طبعا بقى شكل تاني. عايز اقول لك ان كانت المكافاه نهوان كريم في المباراه دي كانت 80 جنيه. اوبا اوبا يعني حاجه طبعا بمقاييس الزمن بطبيعه الحال 76 يعني انا كان عادي في الناشئين وقتها 10 جنيه في الشهر. فطبعا 80 جنيه بالنسبه لي ده كان حلم، يعني عايز اقول لك طبعا طبعا فيها 8 اشهر في ضربه واحده مرتب 8 اشهر. يعني نزلت بقى بضعت وظبطت واتجوزت وروقت بقى، كان لسه بقى يعني كان لسه الموضوع الجواز ده بعد كده فرصه يعني. برضو نعرف من حضرتك مشاعر اللعيبه بتكون عامله ازاي وانتوا بتلعبوا، بغض النظر طبعا يعني في حالات المباريات الوديه اكيد بيبقى المشاعر مختلفه حبتين غير الاطار التنافسي في كاس عالم للانديه، لكن فكره ان انت واقف قدام بطل اوروبا حتى لو انت عارف ان انت بطل افريقيا فانت ما تقلش، بس فكره ان انت بتلعب خصم قوي المبدا ده في حد ذاته بيبقى له انعكاسات عامله ازاي على اللعيبه، وهل المشاعر دي بتنتهي مع بدايه الشوط الاول من المباراه وانغماس اللاعبين في التفاصيل وبينسوا بقى كل اللي كانوا بيسمعوه بيتكلموا فيه الايام اللي قبلها؟ بالظبط، وده اللي حصل معانا. يعني احنا بدانا نجاريهم، واخد بالك، هم طبعا يعني عندهم امكانيات اذا كانت اداريه فنيه عاليه جدا يا كريم، واخد بالك، بتبان في الملعب، ودي برضك من ضمن الدروس اللي استفدنا منها احنا كلعيبه. يعني انا عايز اقول لك ان انا وانا مدافع لما بمسك راس الحربه اراقبه طول عمري راس الحربه بيبقى واقف بظهره. تخيل انا في المباراه دي شفت راس الحربه واقف بجنبه. يعني من ضمن الدروس حتى كمان الاستفاده الفنيه لينا في المباراه من خلال الاحتكاك ده، احنا بنستفاد تكتيك، مهاره، جمل تكتيكيه، وقفه، تصرف، هروب من الرقابه، كل الحاجات دي بلغه الكره في الاحتراف. كابتن ماهر، يمكن اللي احنا بنتفرج عليه ده دلوقتي ماتش البايرن والاهلي سنه 1977، واللي كان احرز فيه الاجوال طبعا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمود الخطيب، الماتش الجميل جدا اللي لحد دلوقتي اكيد تاريخيا كلنا بنفتكره. حضرتك فاكر طبعا؟ طبعا ده يوم ما يتنسيش يعني اكيد، لان انا كمان بالنسبه لي كنت تاني سنه فبدات يعني احط رجليا بقى طبعا مع التيم، وكان بايرن ميونخ المهاجم طبعا الدولي الالماني مولر. طبعا هداف عالمي طبعا وهداف من الطراز ومعشوق الجماهير في المانيا وقتها، حاجه يا كريم حاجه طبعًا قويه جدا. عايز اقول لك ان انا راقبته 90 دقيقه خلاص 30 ثانيه بس هرب مني جابوا في سرعه بقى كان طبعا السرعه بقى نهواند. وبعدين هي دي بقى الاحترافيه، يعني هو ده الهداف اللي قيمته بالملايين، واخد بالك؟ يعني 30 ثانيه بس يعني بعد عني، عارف انت زي اللي سحر لي كده، عارف ما شفتهوش، وبعدين هوب كوره سبحان الله راحت له
لف 180 درجة جاب جول. مين من الجيل الحالي في بايرن ميونخ في نفس التاتشات بتاعت مولر؟ هو طبعا المهاجم عندهم اللي هو لودوفسكي ده طبعا بحاجة بالملايين يعني افتكر 90 مليون يورو يعني حتى ارقامهم 90 مليون 80 مليون 70 60 40 30 يعني قيمه رهيبه. في النهارده عندهم برضك في نص الملعب كيلميتش ده لعب في نص الملعب حاجه خطيره يعني عندهم اطراف طبعا كومان ثاني حاجه مرعبه يعني. فانا عايز اقول لك ان دي ميزه اللعيبه اللي بالارقام دي في الثانية بس ما تشوفوش. النهاردة في دروس طبعا لأولادنا وإحنا بندافع بشكل كبير هنتكلم على الحتة الفنية دي إن أنا لازم أبقى عندي يقظة وعندي ثبات وأفضل يعني متابع لحظة بلحظة لأن اللحظة اللي هيفك فيها هنتضر وهتبقى خطر علينا بشكل كبير. طب نخش في الفنيات بقى كده ونفهم وهنقارن شويه لو حتى حضرتك حابب بفتره يعني السبعينيات و77 الماتش الاخير. لو احنا هنتكلم حاليا الفريق بتاع بايرن ميونخ والسرعه زي ما حضرتك قلت برضو عنده يعني هجوم قوي جدا وعنده سرعه كمان يعني بيمتازوا بالسرعه فهو فريق مش بسيط. البعض كان بيقارن الدحيل ببايرن ميونخ واكيد في فرق كبير ده حديث برضو الناشئ 2009 رغم ان هو كان جايب اعراض كتيره ويمكن دودو ده كان من اقوى اللعيبه وقتها ولعب ماتش حلو بصراحه ولكن بايرن ليفل تاني. ما زلنا برضو يعني البعض عنده تخوفات. خلينا نفهم من حضرتك يعني الشكل اللي هيتم الاعتماد عليه. انا بتكلم بايرن ميونخ يعني احنا طبعا نقله الدحيل كانت مطلوبه بالنسبه لنا نفسيا بشكل كبير خصوصا في الافتتاحيه لبطوله كاس العالم للانديه. فمكسبنا 1-0 لحسين الشحات انا شايف ان كانت المباراه 50-50 يعني احنا تسيدنا الشوط الاولاني بشكل كبير جدا وسجلنا الهدف وبعدين الشوط الثاني نفسيا بيحصل نوع من التراجع من لعيبه النادي الاهلي خوفا على الهدف وفي نفس الوقت لو الجول الثاني اللي احنا جبناه اللي فيه شك بالنسبه للاوفسايد او مش اوفسايد ده كان فارق معانا بشكل كبير يعني. لكن خروجنا من مباراه الدحيل اديتنا ثقه للمباراه الثانيه لان كنا يهمنا ان احنا نكمل المشوار بشكل كبير. لكن هنا بقى الخصم بيختلف. انت النهارده خصم اوروبي بطل اوروبا وبايرن ميونخ من الفرق اللي حققت بطولات بشكل كبير جدا في اوروبا خصوصا الجيل ده بالذات معاهم مدير فني بقاله فتره معاهم 3 سنين بيحقق بطولات وعنده انجازات كبيره يهمه كمان ان هو يكسب البطوله دي عشان يتفوق على ريال مدريد يعني في صراع بين الفرقتين بشكل كبير في تحقيق البطولات فهو جاي مركز على هذه البطوله. كسبان مباراه قبليها في الدوري الالماني اي نعم خرج من كاس المانيا على يد فرقه من الفرق الدرجه الثالثه وده معروف بالنسبه للكره الاوروبيه وارد في الكاس بالذات بيبقى فيه مفاجات بشكل كبير حتى عندنا في مصر. احنا بالنسبه لنا مستر موسيماني خلاص قفل الملف بتاع الدحيل بدا في الملف بايرن ميونخ. طبعا الكره الحديثه اللي احنا بنتفرج عليها فيها اعداد فني بيقدر يلخص فرقه بايرن ميونخ لمستر موسيماني من ناحيه المهاريه من ناحيه الفرديه من ناحيه الجماعيه من طريقه اللعب كدراسه شامله يعني بالظبط. طيب وبيبدا ينقلها لمستر موسيماني ومستر موسيماني يبدا ينقلها للعيبه يشتغل مع الجهاز الفني الاول يختار طريقه اللعب اللي هيلعب بيها اللعيبه اللي تقدر تبقى موجوده النهارده بصفه اساسيه 90 دقيقه طريقه اللعب هل طريقه 4-3-3 انسب لنا ولا الطريقه اللي احنا متعودين عليها 4-2-3-1. طيب هنرجع للنقطه دي بس احنا معانا بعض الرسائل في النص كده حابين ان احنا نزاحها وحضرتك معانا رسائل دلوقتي مجهزينها في تقرير لجماهير الاهلي بيوجه يعني رساله للفريق قبل مواجهته مع بايرن ميونخ. خلينا نروح نتابع. الاهلي طبعا فريق كبير وما اقدرش اقول اي حاجه غير ان هو فريق كبير وفريق عظيم
طبعا الاهلي يشرفنا وان شاء الله باذن الله يعمل ماتش كبير قوي قوي قوي. ان شاء الله الاهلي فريق كبير وبطل افريقيا وان شاء الله يغلب البايرن 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله يعني بتوقع ان الاهلي هيلعب ماتش كويس جدا جدا والنتيجه دي بقى بتاعت ربنا. اعمل اللي عليك، موت نفسك على الكوره زي ما بتلعب ماشي تمام زي ما عودتنا وانت عودتنا ان الرياضه ديت مكسب بس مش خساره. ان شاء الله الاهلي هيعمل ماتش كويس وباذن الله باذن الله باذن الله هما ممكن يعني في الشوطين يبقى واحد في النهايه 1-1 بس ممكن تيجي ضربه جزاء ان شاء الله ويفوز بالمباراه باذن الله. اقول ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب بس في حاجه واحده ان شاء الله بس باذن الله نعدي من بايرن ميونخ وبعد كده كاس العالم في الاهلي وفي الجزيره. ان شاء الله الاهلي ربنا يكرمه وان شاء الله هنعمل نتيجه كويسه قدام البايرن وان شاء الله النصر الاهلي باذن الله. بالتوفيق باذن الله الاهلي وفخر لمصر والوطن العربي وافريقيا وصول الاهلي لكاس العالم للانديه. انتوا رجاله دايما ودايما على طول معوديننا ان انتوا يعني رجاله في اي موقف زي المواقف زي دي ويعني ان شاء الله بالتوفيق ويعني ربنا معاكم واثبتوا نفسكم وما تخافوش من حاجه، انتوا اقوى انتوا اعظم من اي حد. ان شاء الله ربنا معاكم وربنا مع مصر دايما جميعا ان شاء الله وكل رجاله النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب والنادي الاهلي ده فريق كبير والنادي الاهلي معودنا على معودنا على البطولات وان شاء الله هنكسب وهنعمل ماتش حلو وهنعمل اداء حلو، ده اللي عملناه في 2006 ان شاء الله بيه. لو اتفرجت عليه اتفرج عليه مع اصحابي على القهوه في شبرا مع صحابي. في الماتشات دي يعني بتفرج مع عيلتي في البيت لان انا عيلتي كلها اهلاويه اصلا، يعني انا وبابايا من زمان معرف ان انا بروح مع الماتشات بتاعه الاهلي زي ماتشات الاهلي والاسماعيلي بتاعه زمان وكده، كنت بروح معاه دايما. ان شاء الله بامر الله على القهوه مع زمايلي وان شاء الله التوفيق بالنادي الاهلي بامر الله. والله بتفرج في البيت مع اولادي و... اهلاويه هم؟ اه طبعا العيله كلها اهلاويه. آه طبعا بنزل اتفرج في القهوه مع اصحابي ويعني بنتقابل كلنا ماتش وبتبقى ليلة العمر يعني. أنا طبعا بحاول أوزع بقدر الإمكان المدام في البيت والأولاد عشان ممكن يعملوا لي دوشة، أزعل عند مامتها أي حاجة، أجيب صحابي بقى وبنقضيها يعني، بيبقى يوم من أوله احتفال طبعا. كلنا بنتجمع في البيت الصحاب والعيلة وبيبقى يوم مميز وبيبقى يوم كله حماس، يعني أنا واحد مثلا وشغال ممكن آخد أجازة من الشغل مخصوص عشان أتفرج على الماتش. وبتبقى فرحه كبيره يعني بماتش الاهلي اللي متفرج عليه. لا طبعا الماتشات اللي زي كده بتفرج بيها مع اصحابي طبعا على القهاوي لاني مصدر المتعه بصراحه، القهاوي دي بتبقى مصدر متعه لينا. بنتفرج عليه في المهندسين ان شاء الله مع اتنين زمايلي في الشو وان شاء الله الاهلي هيكسب. بص انا معايا مجموعه كبيره من صحابي دايما في الايفنتات او الماتشات الكبيره بنتجمع في شقه بتاعت واحد صاحبنا. طبعا كالعاده الناس في تفضيلاتهم وفي مشاهداتهم بيختلف، وفي اللي ما يعرفش يتفرج على ماتش مهم غير هو لوحده، وفي اللي ما يعرفش يتفرج على نفس الماتش غير هو وقاعد في وسط امه لا اله الا الله. في كل الاحوال عوده لضيفنا ونجم النادي الاهلي الاسبق كابتن ماهر همام ورؤيته عن مباراه اليوم بين الاهلي وبايرن ميونخ. ولما نقول بايرن ميونخ ما نقدرش نفصل الاسم ده او العنوان ده عن اسم ليفاندوفسكي اللي طبعا متالق جدا في الفتره الاخيره، اشهر من نار على العالم، بيقود خط هجوم قوي جدا ومن النوع اللي بيكبس بتقل. فالناس دي بتعمل معاها ايه يا كابتن ماهر؟ نوقف يعني زحفهم ازاي؟ هدي حيل حقيقي يعني. اصل فعلا يعني انا حاسس بيهم. طب نعمل ايه بقى عشان كده بقول لك الله يكون في عون ولادنا يعني. لكن هو كريم نهاوند في الـ في الـ في الـ في العيد ده انا بسميه عيد يعني. النهارده عيد للكره المصريه والكره الافريقيه ان احنا بنقابل بايرن ميونخ وبشرف لينا كلنا. وقلت لك في اول كلام ان احنا هنستفاد منهم اداريا وفنيا وتكتيكيا واستفاده يعني استفاده كامله بصراحه. شرف لينا يعني انا هختلف شويه، هو حاجه حلوه ولكن انت برضه هو بيواجه بطل افريقيا طبعا. يعني طبعا. ما احناش قليلين لا يعني، يعني انا جاي في كلام مش هنقلل من قيمه طبعا ولادنا ونادينا وجمهورنا يعني عمالقه اثنين اوروبا وافريقيا طبعا. فهم كمان بالنسبه لهم عاملين حساب بشكل كبير لان هم بداوا برضك يبقى عندهم اعداد ودراسه للمدير الفني على النادي الاهلي، فاكيد هو هيحترمنا زي ما احنا هنحترمه بالظبط. ودي حلاوه الفرقتين انك انت لما تحترم الخصم والخصم يحترمك. النهارده هنلاقي طبعا جو جميل وكوره حديثه ان شاء الله هنتفرج عليها بشكل كبير. مستر موسيماني عنده كذا 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 طريقه، طريقه 4-2-3-1 اللي هي الطريقه التقليديه اللي هو شغال بيها بقاله فتره واللي كسبنا بيها في الدوري كمان السابق حتى المباراه اللي فاتت لما كسبنا بيها كسبنا بنفس الطريقه. وبعض الاراء بتقول ان نلعب بطريقه 4-3-3 ان احنا نحاول نزود العدد بتاع نص الملعب على اساس يبقى عندنا
تغطيه وميلان على الجناب يعني في باك وجناح يبقى معاه هاف يبقوا ثلاثه موجودين في شريحه واحده والناحيه الثانيه هيبقى مثلا باك وهاف وجناح يبقى ثلاثه موجودين في شريحه واحده وبعدين يبقى هاف ديفندر موجود بيقابل اي حاجه زياده عدديه جايه من العمق يحمي فيها قلبي الدفاع ايمن اشرف وبانون. النهارده بتتكلم طبعا على الفرود الخطير العظيم بانون النهارده دوره انا في رايي دوره مهم جدا طبعا ان هو طبعاً. يعني يلعب على الـ على الـ على المهاجم الـ 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 الخطير عايز اقول ان بانون النهارده هيستفاد استفاده كبيره جدا من تحركاته من ناحيه تحركات في خلق مساحه من تحركات اماميه الضغط اللي هيحصل على دفاعات النادي الاهلي كويس ان هو كمان تركيبته النفسيه والشخصيه بيميل ان هو شخص هادي. راسي كمان وعارف بيعمل بالظبط وصفقه من الصفقات الحمد لله اللي احنا قدرنا استفدنا بيها بشكل كبير لكن النهارده هيبقى عليهم عبء كبير جدا لان في اخر طريقه لعب البايرن ميونخ بيلعبوا 4-1-4-1 ففي زياده عدديه في التلت الهجومي علينا اربع لعيبه قدام يعني جناحين بيضموا لجوه مع راسين حربه مع الاطراف بتيجي كمان فبيبقى فيه زياده عدديه بشكل كبير جدا فالنهارده مهم قوي لمستر موسيماني انك انت في الطريقه الدفاعيه كريم تنزل نص ملعبك وتقرب خطوطك ثلاثه من بعض احنا مش عايزين نديهم مساحات يجروا فيها عندهم سرعات وعندهم ضغط وعندهم مهاره وعندهم تكتيك فالنهارده انت لما تقرب خطوطك الثلاثه يعني انا في رايي العب تسعه في نص ملعبي وانا معيش الكوره مع مهاجم واحد محطه بالنسبه لي قدام اقدر اطلع عليه التسعه دول هنفنطهم في الثلاث خطوط يعني هيبقى خط ظهر نص ملعب وبعدين هيبقى مهاجم في سبيل ان انا اضيق المسافات بس انت عارف الفرقه دي بالذات لما بتهاجم عليك بتهاجم بستة لعيبه وسبع لعيبه بتبقى عايزه تجيب جول فانت النهارده لما تبدا تمنع ان حاجه تروح للشناوي فيها خطوره والوقت بيعدي بالنسبه لي هقدر اخد ثقه غير ما هو يضربني جول في الاول يفتح بيه اللعب ويفتح بيه الجيم هي دي اللي مخوفه النقطه دي مخوفه ناس كتير يعني احنا هنركز على الديفنس عايز تقول طبعًا. في البدايه كده مش هنركز على الهجوم ابدا احنا عايزين ديفنس دلوقتي كخطه دفاعيه قويه بالظبط بنسبه 70% تمام 70% 75% وعايز برضه سرعه في الارتداد لو اي كوره مقطوعه بالظبط وربنا يبعت ان شاء الله النسبه بقى اللي باقيه نقدر نستغلها في كونتر اتاك هم عندهم مشاكل في خط ظهرهم في الحته بتاعت العمق السرعات اذا كان هيلعب وائل او هيلعب شريف وبعدين بس حتى الكوره ثابته كمان كريم ممكن يقدر نعم اللي حضرتك بتتكلم عليه برضه حتى ده تنفيذه مش سهل طالما انت بتقول بيلعبوا بطريقه 4-1-4-1 فعشان تعدي الاربعات دول كلهم برضه مش طبعا فانت عشان كده هتعتمد على حاجه مرتده بمعنى نمره واحد لما بتقطع كوره الاستحواذ بتاعنا الاستحواذ ده بيديلك ثقه الباص وبعدين تبدا بقى في السرعات تبدا تلعب الحاجات الطوليه واحنا بنجدها يعني قفشه بيجدها يانج بيجدها حمدي فتحي بيجدها السوليه بيجدها نقدر في كونتر اتاك نقدر يبقى مؤثرين عليه بشكل كبير مع الكرات الثابته بقى كورنر نقدر نستغله فاول مباشر نقدر نستغله فاول جانبي نقدر نستغله ده بلغه الكوره الطريقه الامثل اللي انت تقابل بيها الكبار اللي بهذا الشكل لكن عشان تقول لي جيم مفتوح هيبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لنا عشان كده بقول لك طريقه 4-2-3-1 هتبقى مشكله بالنسبه لنا لان احنا عددنا هيبقى في نص الملعب على الدايره 2 بس طبعا والدايره كبيره قوي علينا لكن ثلاثه نقدر واحد على يمين الدايره واحد على شمال الدايره واحد في قلب الدايره يبقى احنا عاملين مثلث دفاعي قوي قدام الاربعه بتوع خط الظهر طيب لو هنتكلم عن برضو تحليل احنا لما بنيجي نحلل اي فريق بنحلل الماتشات الثلاثه او الاربعه الاخرانيين ده يعني معروفه لو احنا هنتكلم عن بايرن ميونخ تحديدا وفيرسز او مقارنه بالاهلي والفرص الضائعه للاثنين في المباريات الاخيره خالص حضرتك شايف هنا مين النسب الخطا كانت عنده اكتر لان برضو بايرن بصراحه كان ليه ماتشات مؤخرا ضيع فيها حاجات كتيره جدا كرات كانت يعني خلاص ما كانش فيها شك ان هي تدخل جول يعني وشفنا ده مع الفرقه الكبيره لازم يبقى عنده فرص للتهديف يعني وانت بتلعبي يعني النادي الاهلي مثلا الشوط الاولاني بيبقى عنده 3-4 فرص
هو اي نعم بيخرج بسكور عالي بايرن بس بيضيع برضه بالظبط يعني بنوصل للفرق الكبيره بتوصل فحظوظنا في الوصول مع الدحيل كانت موجوده حظوظنا مع بايرن ميونخ انا شايف ان هتبقى نسبتها يعني هنقول مثلا لو احنا وصلنا في الشوط الاولاني بنسبه مثلا فرصتين ثلاثه حاجه ايجابيه بشكل كبير الشوط الثاني لو قدرنا نوصل بفرصتين ثلاثه يبقى حاجه يعني مميزه للنادي الاهلي قدرنا نوصل باكتر من كده يبقى لا بصراحه يبقى في تفوق بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي هم عندهم بقى الفرص بيوصلوا باكتر وبعدين التهديد بالنسبه لهم بيبقى في توفيق بشكل كبير عشان الارقام اللي احنا اتكلمنا عليها ما ينفعش انا جايب حاجه ب 90 مليون يورو طبعا ويضيع لي فرصه طبعا انا بكلمك على مولر بسبب الخطا في 30 ثانيه الفرصه اللي جات له جابها جول فطبعا الاسماء دي النهارده فرصها لما بتيجي في توفيق وعدم توفيق طبعا اتمنى طبعا ما يبقاش عندهم توفيق ان هم يضيعوا لو وصلوا فرصه او اثنين او ثلاثه اتمنى ان هم يضيعوا ما يحققوش يعني مبقاش فيها توفيق بشكل كبير يعني. عموما دايما في المباريات الكبيره بيكون في دايما مساحه كافيه لمفاجآت كبيره نتمنى ان تبقى في مفاجآت لصالح النادي الاهلي ينتج عنها ان احنا ان شاء الله نهني بعض باذن الرحمن بعد نهايه الدوري ان شاء الله يعني بالقلب الواحد هيدعي واكيد الثقه باذن الله في جمهورنا يا رب ينصر ان شاء الله الفريق النهارده بشكرك يا كابتن ماهر شكرا دورت الدنيا كالعاده بنسعد بوجودك معانا دايما يا كابتن ماهر فاصل بقى ونرجع مع دكتور احمد بيومي والتحليلات المختلفة ويمكن زي ما كنت بفكر والأرقام والنسب والإحصائيات والشغل جامد يعني النسب الدقيقة جدا كمان وآخر فقرة ويا رب كده نقدر نقول تاني ونفضل نقولها يا رب إن شاء الله النصر يكون أهلاوي بإذن الله إحنا يعني حاجة كبيرة على ربنا التوفيق